وينضم إلينا من العاصمة الأردنية عمان عادل محمود الكاتب والباحث السياسي. مرحبا بك معنا سيد عادل على شاشة القاهرة الإخبارية. يعني 78 يوما نتحدث عن نفس السياقات نفس الموضوعات، إذن كيف تقيم اليوم 78 بكل أحداثه؟ صباح الخير لك ولجميع المشاهدين. الأكيد يعني النتيجة الكبرى هي الطامة الكبرى، الكارثة هي القتلى يعني والتدمير الممنهج، وللأسف أن مقاومات الحياة فقدت في غزة. يعني هنالك صحيح انتكاسة أممية، صحيح اتفاقة متأخرة بعد صدور قرار مجلس الأمن تقديم المساعدات، يعني التركيز على البعد الإنساني وإقصاء ملف وقف إطلاق النار من أروقة مجلس الأمن وأبقاه أحد الجانب بين إسرائيل والوسطاء. نحن اليوم أمام للأسف استمرار لحرب مجنونة، الأهداف فعلا إلى الآن لم تتحقق إسرائيليا، واضح أن هناك. هل هي أهداف لم تتحقق أم لم يتم الإعلان عنها؟ ربما هناك مخطط آخر غير الأهداف التي قالت عنها إسرائيل مثل القضاء على حماس مثلا. سيدتي، هم إلى الآن أكيد هنالك استغفال وليس تضليل لبنك الأهداف على الجميع. يعني الملف موضوع نهاية الحرب أو الآن ستقول، واضح أن هناك شيئا ما كبير يعني، لكن نحن نتحدث من الميدان كانوا يريدون اختصار الوقت السيطرة على غزة ككل، وتتضح لاحقا ملامح ماذا تريد إسرائيل، ماذا تريد أمريكا، من سيكون ما بعد حماس. لكن فشلت إلى الآن، يعني نحن نتحدث عن إعلان عن بدء المرحلة الثالثة من العسكرية، ماذا حققت المرحلة الأولى والثانية؟ نعم، يعني هي توحي بأن هناك مكاسب على أرض الواقع حققتها في المرحلة الأولى والثانية، ولكن التقارير بأكملها تقول بأن لا يوجد أي مكاسب حققتها إسرائيل، وبالتالي هناك غضب في الداخل الإسرائيلي. ففي هذه الحالة ما الهدف الذي تسعى إسرائيل لتحقيقه الآن؟ هل لديها ما تقدمه للجماهير الغاضبة في الداخل الإسرائيلي؟ سيدتي، إذا انتقلوا إلى المرحلة الثالثة التي تحدثوا عنها، واضح أننا أمام حالة استنزاف أو نقول حرب طويلة الأمد. يعني بنك الأهداف الحقيقي مورس على الجميع منذ بدء الحرب، تم نشر أكثر من سيناريو وهو أكيد تقية سياسية على الجميع، وتم استغفال الجميع وليس تضليل إعلامي إسرائيلي ولا أمريكي. نحن نتحدث عن مدينة بدأت نقول مدينة لا تصلح للعيش، فقط هنالك أناس يتحركون، ليس أماكن آمنة. نحن نتحرك اليوم على اتجاه أن الحرب مستمرة، لكن ما هي المفاجآت التي أحبطت الإسرائيليين الآن؟ أرجح أن الصمود، يعني إلى الآن هناك الصمود. صحيح هناك بنية تحتية ضربت، مستشفيات، مدارس، البنية التحتية المدنية والعسكرية لحماس، لكن ما هو الهدف الحقيقي إلى الآن؟ لا تريد، لا إسرائيل وأمريكا تعلن عنه، يعني لأنه غامض. وأنا أرجح أن هنالك شيء ما الأفق نهاية المطاف. لكن سأقاطعك وأقول لك، يعني تصريح نشر في هآرتس قالت لا تجعل كلام نتنياهو يخدعك، فنتنياهو كل ما يريده هو احتلال قطاع غزة. هل بالفعل هذا هو مخطط ربما يكون معد له مسبقا؟ ربما يفرغ غزة ولا يحتل غزة، بمعنى تكون هناك أيادي خارجية تدخل على خط ما يسمى تأمين إعادة الإعمار أو سيناريو ما بعد التركيب السياسي. هو يريد تموضع أمني، سيطر على غزة، وإلى الآن في الحقيقة آلة الحرب حصدت. يعني نحن لا نقول نصف غزة محتلة، لكن نقول ميدانيا تم نزوح الناس، المزيد من الدعوات إلى نزوح جديدة. إلى أين سيبقى يقذف بالناس؟ في نهاية المطاف لابد للحرب نهاية، لابد للحرب نتائج. الفشل أو النجاح هذا موضوع آخر، من المذكر أن نقول تم صمود تاريخي أو نجاح المطلق لإسرائيل، لكن استمرار أعطاء وقت معين من قبل الإدارة الأمريكية لإسرائيل لآلة الحرب باستمرار تحقيق هدفها الحقيقي،
أنا من وجهة نظري لا أعتمد ماذا قالت الصحافة الإسرائيلية ولا نتنياهو. نحن نتحدث ميدانيا، هؤلاء مستمرين في موضوع أن داخل هذا السجن هناك محرقة، لا يوجد أكسجين، تنفس، مساعدات حقيقية، أجهزة طبية، طعام، ماء. نحن نتحدث كما الأغلبية بدأ يقول في هذا القرن 21 لم نشهد حرب كهذه الحرب. إذن هناك اتفاق دولي، تعبير دولي أن هناك سجن لهؤلاء، إبادة لهؤلاء، مسح الجغرافيا ككل. نحن نتحدث عن غايات وأهداف، الجميع اتفق أنها هناك بنك أهداف غامضة، لكن هل توصلنا بالفعل بعيدا عن الإعلام الإسرائيلي التصريحات الأمريكية الإسرائيلية، هل بالفعل هنالك هدف إنهاء منطقة جغرافية غزة لا تصلح بالفعل بالمطلق إلى وجود إنساني؟ ممكن، هذا وارد، لأن ما يتم الآن من تحضيرات للمرحلة الثالثة. ما هي المرحلة الثالثة؟ قالوا عمليات نوعية وعمليات أقل حدة مثل ما قال جو بايدن في السابق بناء على مكالمة هاتفية، ولكن يعني تحديدا لا أعلم ما الهدف من وراء كل هذا. يعني هل بالفعل هو الهدف هو تجريد غزة تماما بالفعل وليس القضاء على حماس؟ هذا سؤالي لك. يعني سيدتي منذ البدء يعني كيف تم التضليل، وليس يعني هو يقال كثيرا كثيرا منذ البداية، يعني منذ أحداث 7 من تشرين كانت هناك حملة دعائية ممنهجة انتهجتها إسرائيل، وبالفعل العالم كله كان يصدقها. أي نعم هذه الحملة تحولت بعد ذلك وانقلب السحر على الساحر، ولكن في البداية كانت حملة ممنهجة وهناك تضليل إعلامي. يعني إنجاز التعبير هو استغفال وليس تضليل. نعم، الشعوب. نعم، والقيادات. نحن نتحدث عن بدء السيناريو، جاءوا يقولون الدفاع عن النفس، تم ما تم إلى الآن، قالوا نريد القضاء على حماس، قتلوا الناس. أنا من وجهة نظري إن إسرائيل وأمريكا ماضون إلى ما يسمى، وللأسف ولم نريد يعني أكثر ما يحصل من سيء، لا نقول أسوأ، لكن ما يجري على الأرض أتمنى وأن لا تصلح بالفعل للعيش. لكن لاحظي أنا من وجهة نظري بدأ ينفذ الصبر المصري والأردني تحديدا في هذا الملف.